السلام عليكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات تك جيستيون سور يوتيوب. الحلقة الجديدة المخصصة إكزيرسيس ديال الطابلو دو فينانسمون. اليوم غنتعرفوا على أن إكزيرسيس كيفاش كيتخدم الطابلو دو فينانسمون بالتفاصيل. بقاو معنا. دونك هذا هو الإكزيرسيس عندنا على هذا الشكل. هذا عندنا لي زانفورماسيون كومبليمونتير في الدياغنوستيك فينانسيير كيتعطى على هذا الشكل. هذا دونك المطلوب منا نشوفوا لي دوني اللي طالبين منا لو طرافاي افير. اول حاجه تناخد ليكزيرسيس ولا ليكزام وتنشوف لو طرافاي افير. اول حاجه قبل ما نشوف لي زانفورماسيون كومبليمونتير دوني لا ديفينيسيون دو اي يوتيليتي دان طابلو دو فينانسمون. هذا داخل في سكون ابيل لا بارتي تيوري. دونك شي حاجه ديال الحفاظه دونك في الكور. غنشوفوا الجزء الثاني ديال البراتيك اللي هو كومبليتي لو طابلو دون ديزيموبيليزاسيون ديزامورتيسمون اي بروفيزيون. هي اللي غادي نشوفوا الجزء الاول ديالها في هذه الحلقه هذه ديال الطابلو ديزيموبيليزاسيون اللي غادي نتعرفوا عليه. عطينا لو بيلون ديال 31 12 ان وعندنا البيلون ديال 31 12 ان بلس 1. دونك دائما في الدياغنوستيك فينانسيير ملي كنبونصابو ان طابلو دو فينانسمون او لا طابلو دو ريسورس ايزومبلوا ضروري ما يكون عندك ان بيلون ديال ان وان بيلون ديال ان بلس 1 هكا باش تدير طابلو ديزيموبيليزاسيون طابلو دامورتيزمون اي بروفيزيون. دونك طابلو ديزيموبيليزاسيون على هذا الشكل. هذا كيفاش كنعمرو؟ كنرجع اول حاجه كندير لي زيموبيليزاسيون اللي عندي كلهم. عندي بريليمينير ايموبيليزاسيون فون كوميرسيال ايموبيليزاسيون تيرا ايموبيليزاسيون كونستركسيون ايموبيليزاسيون ماتيريال دو ترونسبور ايموبيليزاسيون ETMO ou la l'installation technique matériel outillage immobilisation pré immobilisé immobilisation tête de participation immobilisation لحد هنا ce sont des immobilisations. غنرجع وغادي نشوف لي زانفورماسيون. اول حاجه تنمشي للبغيت في الطابلو دي زيموبيليزاسيون تنخدم بهذا بالبغيت ما تنخدمش بالنت بالبغيت. دونك اول حاجه بري بريليمينير اش غندير ليها؟ غنحط 20 ديال ان وندير 26 ديال ان بلس 1. دونك هادو هما اللي كندير. اول حاجه تندير 20 ها هي في ان و 20 و 26 في ان بلس 1. كندير ان و ان بلس 1 لوغمونطاسيون ديمينيسيون كنستخرجهم لي زانفورماسيون كومبليمونتير. داكوغ دونك غنمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير غنشوف واش عندي شي حاجه على لي فري بريليمينار. ما عندي والو هنا. لونتربريز اكي اون نوفيل كونستركسيون دونك ما عندي والو. لونتربريز اكي اون نوفيل ماشين اونتر تيتر دو بارتيسيباسيون اكيزيسيون دو 800 تيتر acquisition de nouveau terrain. Donc ma d'accord je lia chi haja ala frais préliminaires ach tandir mli ma tidkar lia walo afwan tanmchi les informations. عندي 20 هنايا في ان و 26 في ان بلس 1 شحال غادي نزيد شحال اوغمونطاسيون. عندي اوغمونطاسيون ديال 6 داكور ها هي اوغمونطاسيون ديال 6 20 زائد 6 تعطيني 26 ديمينيسيون كتبقى خاويه ما عندي والو ما عندي حتى شي معلومه. نمشي لا فون كوميرسيال فون كوميرسيال ما عطيني حتى معلومه هنايا ما ذكرش ليا ان فون كوميرسيال. دونك ما ذكر ليا حتى شي معلومه على الفون كوميرسيال اش تندير؟ تنمشي نشوف لو بيلون ديالي. ها هو لو فون كوميرسيال ديال ان 110000 والفون كوميرسيال ديال ان بلس 1 110000 يعني حتى حاجه ما تغيرات بقات هو هو. دونك في الطابلو دي زيموبيليزاسيون غندير 110 110 وغتبقى ديمينيسيون والاوغمونطاسيون خاوين ما عندي والو ما عندي حتى شي معلومه. غنمشي للتيران تيران غنشوف اشنو عندي في التيران. التيران عندي فيه 400 في ان و 435.5 في ان بلس 1. دونك غنديرهم غنكتبهم ها هما كيف ما شفتوا ها هي 400 في ان و 435.5 في ان بلس 1 وغنمشي نعمر لوغمونطاسيون ديمينيسيون مناش من لي زانفورماسيون كومبليمونتير اللي عندي اش قال ليا. دونك قلنا ان نوفيل تيران دونك ان نوفيل تيران ها هو لاكيزيسيون دان نوفيل تيران 125000 125000 بما ان لونتربريز خدامه بالمليار يعني كيحيد له الاصفار. غنحط غير 125 غنحيد الاصفار غندير الفصيله هنا عند ما بين الاصفار و 125 هنا وغنحيد الاصفار غتبقى 125. غنتعامل غير بالارقام العاديه ما نبقاش نتعامل بالالاف والمليار لان لونتربريز كتعامل بالنوايير. دونك غندير 125 اي سيسيون دان اوتر اونترانتي اون فالي دو 5000 اون بلي فالي دو 5000. دونك شرات واحد اكيزيس واحد تيرا دونك هذاك
الثمن باش شريت هي اللي غنحطو هنايا. هاو غندير 425 في لوغمونطاسيون. علاش لوغمونطاسيون؟ حيت كما قلنا لكم ديجا في الحلقات السابقة قلنا لوغمونطاسيون هي لا فالور دوريجين دي زيموبيليزاسيون سي دي اكي عفوا لا فالور دوريجين دي زيموبيليزاسيون اكي. دونك انا شريت ان تيران بشحال شريتو؟ 125000 درهم. دونك غنحط 125 في لوغمونطاسيون. ديمينيسيون غنقلب عليها، ماشي معناها بما ان راه ما عنديش راه ما كاينش. قال لي راني بعت اون اوتر ماشين وما عرفتش بحال. دونك هذيك ديمينيسيون خصني نقلب عليها اللي هي سيسيون. قال لي اي لا سيسيون دان اوتر دان اوتر، وعطاني البلي فالي، عطاني غير البلي فالي ما عطانيش بحال بعت. دونك هذيك بشحال بعت هي اللي غنجبدها من طابلو دي زيموبيليزاسيون. ها هي 89.5 كي درت ليها غندير 400 زائد 125 ونقص منها 435.5. داك الشيء اللي يخرج ليا هو 89.5 غنحطو في ديمينيسيون. هادي هي الثمن اولا البري ديال السيسيون ديال هذيك لي موبيليزاسيون اللي تباعت. اللي قال لي راه تباعت واحد لي موبيليزاسيون، هذاك هو الثمن ديالها. دابا حددت الثمن ديالها هو 89.5. غنمشي للكونستريكسيون. كونستريكسيون غنشوف البيلون ديالي. كونستريكسيون عندي 350 في ان وعندي 369 في ان بلس 1. غنكتبهم ها هي 350 في ان و 369 في ان بلس 1. دونك غنرجع لي زانفورماسيون كومبليمونتير ديالي. قال لي لونتربريز اكي اون نوفيل كونستريكسيون، شرات واحد نوفيل كونستريكسيون وباعت وحده اللي اي لا سي دي اون اوتر اكي. باعت وحده كانت مشريه ب 85000 درهم. دونك هذيك الثمن باش تباعت اش غندير؟ اش كنديروا في ديمينيسيون كما قلت لكم؟ اش كنديروا في ديمينيسيون؟ في ديمينيسيون تندير لا فالور دوريجين دي زيموبيليزاسيون سي دي. لا فالور دوريجين شنو هي؟ لا فالور دوريجين ديال هاد لا ماشين اللي تباعت هي الثمن باش تشرات. بشحال كانت مشريه؟ كانت مشريه ب 85000 درهم داكو، وهي تباعت بواحد الثمن اخر. انا ما سوقيش بشحال تباعت، كنشوف لا فالور دوريجين ديالها لا فالور الاصليه. قال لي سي اي لا سي دي اون اوتر ماشين اكي ا مشريه ب 85000 درهم. تباعت واحد لا ماشين مشريه ب 85. دونك هذيك 85 هي اللي غنحطها في ديمينيسيون، هي لا فالور دوريجين ديال هذيك لا ماشين اللي تباعت داكو. 85 غنحطها في ديمينيسيون. والاوغمونطاسيون هي قال لي اكي اون نوفيل كونستريكسيون، ما عارفش انا بشحال. هذيك الثمن باش تشرات هي لوغمونطاسيون. كيفاش غنحددو؟ غندير 369 زائد 85 داكو. دابا ديمينيسيون مع ان بلس ا كنزيدهم، ولوغمونطاسيون مع ان كنزيدهم بوحدهم. دونك 369 زائد 85 وغنقص منها 350 غتعطيني 104 104000. علاش؟ غانتوما غتجربوها، ديروا 350 زائد 104 غتعطيكم ناقص 85 غتعطيكم 369. هانتوما حسبوها 350 زائد 104 ناقص 85 غتعطيكم 369. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال ديال الطابلو دي زيموبيليزاسيون. غنرجع لانستالاسيون تكنيك ماتريال اوتياج اي تي ام او. دونك اي تي ام او عندي 180 في ان وعندي 195 في ان بلس 1. غنكتبهم في الطابلو ديالي. ها هي 180 159 دونك 180 159 دونك عفوا 195 ماشي 159 دونك 159 195. دونك انا غلطت هنايا في هذا الكالكيل هذا. دونك البرينسيپ هو هذاك، غندير 180 195 هنايا نكتبهم هما الاولين، وغادي نرجع نشوف لي زانفورماسيون ديالي الا قال لي شي حاجه. ماتيريال اون نوفيل ماشين، ها هو ذكر لي لا ماشين. لا ماشين داخله في الماتيريال اوتياج لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج. قال لي لونتربريز ا اكي اون نوفيل ماشين ا 70000 درهم، شرات واحد لا ماشين ب 70000 درهم. اي اون كونتر بارتي اي لا سي دي اون اوتر اون انسيان دو لا بلي فالي كوريسبوندون سيليف 2000 درهم. شرات وحده ب 70000 درهم وباعت وحده داكو. قال لي غير شرات وحده ب 70، شرات وحده ب 70 ها هي درت 70 هنا في اوغمونطاسيون لان هي لا فالور دوريجين ديال لي زيموبيليزاسيون اكي. وباعت وحده، هذيك باعت وحده ما عرفتهاش اش غندير. كنشد 180 زائد 70 ونقصها من 195 عفوا 195 غتعطيني هاد البخي بشحال تشرات. هاد البخي اللي غنحط هنايا هي بشحال تباعت هذيك لا ماشين الاخرى، هي ديمينيسيون بشحال تباعت لا ماشين الاخرى اللي قال لي بعتها. غنمشي للماتيريال دو ترونسبور. ماتيريال دو ترونسبور عندي ماتيريال دو ترونسبور عندي 560 في ان
560 في ان بلس 1 دونك حتى حاجه ما تغيرت وما عندي حتى شي معلومه عليه في ليكزيرسيس 560 560 دونك هنايا اوغمونطاسيون ما عنديش او ديمينيسيون ما عنديش لان ما قال لي حتى شي حاجه عليه في لي زانفورماسيون بري ايموبيليزي غنمشي لبري ايموبيليزي بري ايموبيليزي ها هو ذكر لي ان بري لونتربريز ا اوريجستري دي زيرو دي رومبورسمون دان بري اون كونتربارتي اي لا بريتي اون سوم دو 50000 دونك سجلات واحد لونتربريز كتسلف مثلا السالاري ولا لوفري ديالها وهذاك لوفري رجع ليها شي فلوس راه سجلات واحد الغومبورسمون يعني تخلصات في داكشي اللي كانت كتسلف لي سالاري ديالها ولكن في المقابل من جهه اخرى سلفات واحد 50000 درهم لواحد اخر دونك البري ايموبيليزي تزاد تزاد بواحد 50 ها هي حطيت 50 في لوغمونطاسيون علاش لان لي ديت اولا لي بري ديال لونتربريز تزادوا ملي سلفات واحد السالاري راه بالنسبه ليها هي راه الكريدي اللي كتسال بنادم راه تزاد بالنسبه ليها هي زادت واحد 50000 عطاتها لواحد السالاري دونك اوغمونطاسيون ديال لي بري داكور ديال البري اولا الكريونس ايموبيليزي البري ايموبيليزي داخل في الكريونس ايموبيليزي بالنسبه للشركه راه تزادوا لي كريونس ملي عطات واحد السالاري واحد المونطون ديال 50000 راه بالنسبه ليها زادت لي كريونس داكشي علاش حطيت 50 في لوغمونطاسيون 50 هاي 50 دونك والديمينيسيون ما عارفهاش هذيك لوغيستريمون ديال لوغومبورسمون داك لوغومبورسمون ديال لي بري ايموبيليزي ما عارفينوش قال لي غير سجلات واحد لوغومبورسمون ديال البري وانا ما عارفوش اش غندير هي الديمينيسيون غندير 75 زائد 50 وغنحيد منها 110.2 داكور اللي كاينه في ان بلس ا غتعطينا 4.8 هاي 4.8 دونك هي في الديمينيسيون تيتر دو بارتيسيباسيون غنمشي لتيتر دو بارتيسيباسيون عندي تيتر دو بارتيسيباسيون ها هي عندي 88 في ان وعندي 154.4 في ان بلس 1 داكوغ نكتبهم ها هي 88 في ان و 154.4 في ان بلس 1 دونك كتعطيني وغنمشي لي زانفورماسيون ديالي وغنشوف اش عندي عندي اكيزيسيون ولا عفوا تيتر دو بارتيسيباسيون اكيزيسيون دو 800 تيتر سيسيون دي زوتر او بري دو 42 شريت واحد 800 تيتر داكوغ انا غنفهم هاي الهضره ديال هادشي شريت 800 تيتر وباعت وحدين اخرين ب 42000 درهم داكوغ وقال لي لا فالور داكيزيسيون القيمه بشحال كانوا مشريين هادو اللي تباعوا لاكيزيسيون دي سي تيتر فوندو هادو اللي تباعوا ب 42000 بشحال كانوا مشريين كانوا مشريين ب 33600 33600 دونك هادو اللي بعت انايا واش غنحط 42000 ولا غنحط 33600 غنحط 33600 علاش هي لا فالور دوريجين ديال لي زيموبيليزاسيون سي دي لا فالور دوريجين ديالهم الحقيقيه بشحال كانوا مشريين كانوا مشريين ب 33600 وتباعوا 42000 داكور دونك انا هاد الثمن بشحال تبعت ما سوقيش فيه كنشوف انا الاصل ديالهم شحال كانوا ساويين بشحال تشراو الاوريجين تاعهم الاوريجين القيمه الحقيقيه ديالهم هي 33600 دونك نحط 33600 وباعتبار انني حيدت الاصفار كان ديال 33.6 ها هي 88 في ان و 154.4 في ان بلس 1 غندير 33.6 في الديمينيسيون لان سيسيون قال لي بعت ها لا فالور دوريجين ديالهم او لوغمونطاسيون كيفاش غنحصل عليها غندير 154.4 زائد 33.6 ونقص منها 88 غتعطيني 100 في لوغمونطاسيون دونك الى هنا اصدقائي الجزء الاول في هذا الاكزرسيس انتهى بقاو معنا في الجزء الثاني الى الملتقى.